سلام بنات، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم غادي نخدم معاكم الطرز اللي طلبتوه مني في بزاف ديال الفيديوهات اللي شاركت معاكم، ديال الجليبات اللي كنت شاركت معاكم فيهم هكا الطرز وحتى قفيت ناز. كما كتشوفوا معايا الطريزه هذه فيها الطرز الباطي عادي، فيها الدويدات وفيها حتى التنبات. مهم اليوم غادي نخدم معاكم فيديو فيه طرز سهل، يعني طرز رباطي بالنسبه للمبتدئات اللي واخا تكون عمرها ما خدمت الطرز. غادي نخدم معاها هكا الطرز اللي غيكون سهل وبسيط، يعني طريقه مبسطه، الطريقه ديال اللي كنخدم بها انا نيت. ويعني هاد الفيديو غيكون بسيط وفيه بزاف ديال النصائح. خليكم معايا، غادي نخدم معكم رشيمه صغيره تقريبا فيها كاع هادشي باش مخدومه هاد الرشمه. كيف تشوفوا معايا هنا رشيمه صغيره درتها باش نشارك معكم هذيك الوريده النيت اللي شفتو. هنا الوريقات اللي غادي نخدم برباطي عاديين، وكاينه حتى الدويدات غنخدم بهم هذيك الوريده من الوسط. هنا كما كتشوفوا معايا الطريقه اللي كنخدم بها انا ساهله، بحال غير كنخيط وصافي. الاول الحرير، هنا ما مبرومش بزاف، دائما الحرير اللي غتخدموا به هذا الطرز ديال الرباطي العادي من الاحسن انه يكون يكون الحرير ما مبرومش، يعني تتبرمي غير برمه خفيفه غير باش ما يبقاش يتفك لك بزاف وصافي. وهاد الوريقات اللي كيكونوا دائما هكا في الرباطي كنخدموهم بطريقه سهله كما كتشوفوا. هنا المرمره شدتها غير بيدي ويد كنخدم بيها كما كتشوفوا معايا. طريقه سهله، تبعوا غير الرشمه اللي غتكون عندكم وتمشيو عليها بهذه الطريقه. هذه كاينه هاد الطريقه، كاينه طرق اخرين باش كيتخدموا هاد الوريقات هادو. مهم جبت لكم انا اللي سهله وبسيطه. ركزوا معايا مزيان في الخدمه كيفاش كنخدم. وهذه راه هذا هو لا باز باش تخدموا الرباطي بالنسبه للبنات حتى للمبتدئات. كما قلت لكم هذا فيديو خاص للمبتدئات اللي يلا غيبداو يعني بغيو يتعلموا. دابا جالسين في الدار، نستغلوا الوقت اننا نزيدو نتعلموا حوايج اخرى. هنا كما كتشوفوا كملت هاد الوريقه، وهنايا هاد العريشات هادو اللي كيكونوا فيهم الوريقات كيكونوا كيتخدموا هكا بطريقه سهله. غير كنديروا واحد الخط وكنبقاو نمشيو للنص ديالو وحنا غاديين كما كتشوفوا باش كيدير لينا هذاك العريش. تقدروا تخدموا بهذه الطريقه، هذه سهله يعني اللي باش غتعلموا. وكاين حتى طريقه اخرى انهم كيداروا بالغرزه الفرنسيه اولا بواحد الغرزه ديال الشده. هادو كاع كيتخدموا بهم هاد العريشات هادو اللي كيكونوا عندنا في الطرز. المهم انا كما قلت لكم هنا ساهل، يعني بديت معكم بالحوايج اللي ساهلين وبساطين. تقدروا البنات تعلموا حتى بالخيط، بالنسبه للبنات اللي دابا اللي بغيو يتعلموا ما عندهمش الحرير، حتى الخيط ديال الخياطه كتديري على 10 ولا ديري على 12 وكتخدمي به، يعني ساهل اي حاجه تعلمي بها الطرز بيد ما يعني وجد كل شيء. وديك الساعه راه غادي تاخدي الحرير وتعلمي تلقاي راسك يعني شاده يدك. غنكمل معكم هاد الوريقات وندوزو باش نخدموا الوريده الوسط ديال هذيك الوريده اللي غنخدموه بالدويدات. يعني غنخدموا واحد الشكل ديال الوريده اللي تخدموها هكا وسط الوريدات الكبار، اولا تخدموهم هما نيت وريدات كبار
وتديروا ليهم عريشات كيجيو تاهم زوينين. وهنا غادي نبدا كما قلت لكم غادي نخدم الوسط ديال هاد الوريضه. كما كتشوفوا كنخرج الخيط وكن ندير واحد المسافه اللي هي صغيره وكنرجعوا الابره في البلاصه اللي خرجنا منها الخيط صافي. وكنجروا كيعطينا هذاك الشكل ديال الدويدات اولا لي بريد كما يعني كل شنو كيقول ليهم. وكنمشيو كندير بحال علامات في هنا. هذه هي البديه ديالها. كنخدم ثاني وحده اخرى عاد كنبداو كندورو يعني فاش كتعطينا داك الوسط ديال الوريضه كيتخدم عاد غيعطينا باش نبداو هكا ندورو معاه. خليكم معايا باش تلاحظوا يعني راه قربت لكم مزيان يعني وخدمت بطريقه اللي غادي لي فات تفهموها يعني كاملين. وما حدنا هنا وكان نكبروا الدورة يعني المسافة اللي كنبعدوا بها وحنا كنزيدوا هكا في التويدات. فبالنسبة للوسطانيين كنديروا غير ثلاثة غير 10 دورات على البرا 10 لويات بحال هكا وكنبقاو غاديين وكنزيدوا كنزيدوا 4 كنزيدوا 5 وحنا على حساب يعني الدوره واش كبيره ولا صغيره كنزيدوا اللويات يعني عينا ميزاننا دائما في هاد الدويدات هادو ما كان يعني ماشي كنبقاو دائما كنحسبوا كيبقى عينك ميزانك. وهنا صافي هنا اتضحت ليا الصوره يعني كيفاش غادي نبدا غاديه. غادي نبدا غاديه وكنخرج في النص وكنمشي للجهه الاخرى وهنا غادي كندور يعني بحال شكل مروحه. وهنا كما كتشوفوا معايا هنا درت هاد الوريضه هادي بلي بريد كما كتشوفوا معايا كما قلت لكم كيجيو هكا حتى كتكبريها تجيبي هكا تخدميهم وريضات هكا كبار تزيدي عليهم عريشات كيجيو شكل زوين هكايا في الطرز. وهنا غادي ندوز باش نخدم هاد الوريضه. هنا خدمت العريشات الاخرين وخليت وحده باش نوريكم يعني نفس الطريقه اللي كنخدم بها الوريقات غير هي اي نوع ديال ورده البنات. كنبغي ننصحكم انكم تبداو الرشمه من الوسط
يعني كما شفتوا معايا كنبدا من الوسط ديال الورقه، يعني ما تمشيوش من الجنب وانتم طالعين او لا من من الجهه يعني الجهه الصغيره وانتم غاديين كدوروا. دائما خصوصا البنات اللي غيكونوا اول مره دائما غادي تمشي ليهم الورده يعني عامره لواحد الجهه وغتمشي عوجه. ديما بقاو تاخذوا النص ديال الورده اللي تبداو به كما غتشوفوا معايا انايا، هنايا خدمت النص وعاد مشيت للنص الاخر، هكا كتجيني الورده مقاده وما كتجينيش ما كنلقاش صعوبه انني كتعمر لي جهه بالطرز وجهه كتمشي، يعني كيمشي دائما عندنا الميل لواحد الجهه. هنا كما كتشوفوا عمرتها غير بالطرز عادي. كما قلت لكم هذا فيديو تعليمي، يعني فيه الحاجه اللي هي سهله ماشي صعبت، ولا جيت بديت لكم هكا بالطرز اللي هو صعيب، المهم غير سهل باش تبداو يعني تمشيو مع الرشيمات. ومن بعد ان شاء الله نشارك معكم رشيمات اخرين هكا باشكال مختلفه. كاين الطرز اللي كيكون داخل فيه البرازيلي، كاين بزاف الانواع. كما شفتوا معايا كملت النص الاخر ورجعت لهذا النص، هذا هكا كنتفاداو اننا يمشي لينا الميل لواحد الجهه دائما ديال الطرز. كاين البنات اللي كيبقاو يطرزو كتعمر ليهم الجهه وما كيبقاوش يعرفوا انهم يعني يرجعوا الطرز انه يمشي على الوتيره اللي غاديه بها الرشمه. كما كتشوفوا معايا كنطرز بطريقه سهله بحال غير كنخيط، يعني بلا ما ديري ايد الفوق وايد لتحت ودخل البرا وخرجها من التحت وهذا، فبهاد الطريقه هذه كيجيك ساهل وبالزربه كطلع لك رشيمه. يعني راه رشمه ديري فيها يعني ساعتين ولا ثلاثه الا ريحتي ليها، هذه بالنسبه كبيره ماشي هذه، يعني كنقول لكم على شي رشمه اللي تكون هكا كبيره وفيها غير الطرز عادي ديال الرباطي، فما تاخذش منكم بزاف. ونصيحه اخرى بالنسبه للبنات اللي غيكون يلا بادين ما تطولوش الخيط، يعني حتى اللي كيخدم يعني ما تطولش الخيط، فبلا كان طويل دغيا كيخسر وكيولي كيجينا هكا صعيب اننا نطرزو بيه، كيبقى يتعقد. وهنا كما كتشوفوا كملت هاد الوريضه، والوريقات الاخرين وحده درتها عاديه كما كتشوفوا، وحده درتها بالشكل اللي خدمت به الوريضات من الوسط، هذا هو الشكل ديالي. وكما كتشوفوا معايا هاد يعني راه شاركت معكم هاد الوريضه الوسطانيه اللي هنا مختومه بالصم، شاركت معكم هذوك الطريقه باش تخدموا هذوك العريشات اللي دايرين في الجنب، وكذلك الليبريد كما كتشوفوا هنايا كاين في الوريقات باقي النبات هكا ديال البرا، فان شاء الله حتى هو غادي نخدمه معكم. يعني راه عادي سهل ماشي صعيب. هنايا هذا بشكل 3D هكا منبت يعني من فوقين كيجي عاطين واحد الفوليوم للرشمه. وغيكون هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، كنتمنى انكم تستافدوا منه وما تنساوش تخليوا لي لايك للفيديو.